السلام عليكم ورحمة الله. أرواح تشوف يا سيدي، أرواح تسمع، أرواح تندب، أرواح تنتحر. السي محمد السعيد قال لك باللي الرئيس تبون يحترم ماكرو، وكاين لوبيات تحوس تفسد العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وكأنه فرنسا هذه هي الأخت الشقيقة والتوأم للجزائر. الرئيس تبون يحترم ماكرو. أرواح تشوف يا سيدي، احترام احترمنا احنا يا ماكرو، كما عفس على إرادة الجزائريين الملايين اللي كانت تخرج في 22 فيفري، ويقول باللي بوتفليقة ماذا بينا يزيد يقعد في العهدة الخامسة ويخدم مصالح فرنسا. السب اللي سبيته الجيش، القناة الرسمية فرونس 24 ما خلات لا في المؤسسة العسكرية لا في الشرفاء من الوطن، وكل يوم جايب لنا المرتزقة يسبوا في البلاد ويسبوا في الشهداء. فرونس 5 قلبت لنا الحركة، كل انت شواذ وانت انت معتوهين وانت حمقى وانت، وراه قانون تجريم الاستعمار، وراه اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر، وراه قانون التعريب، وراه نزع اللغة الفرنسية، إدراج اللغة الإنجليزية لغة ثانية. يا سي محمد سعيد، أنتم الأشكال نتاعكم خليتوا الناس يحترموا الجزائر، وخليتوا الدول اللي يحترموا الجزائر بالأشكال نتاعكم أنتم. أنتم اللي مرمتونا، أنتم اللي بخصتوا بنا. يا الرئيس تبون، حنا رانا انتخبناك، يا تسقم روحك وتنحي علينا هذا الهماج، هذوما اللي راك دايرهم، يا روحوا نبدلوا بلاد واحدة أخرى. ما بقاش هذا الهم يزيدكم في روسنا. بارطاجيو لنا الفيديو هذا، انا رايحين نهبلوا من التصرفات نتاع الناس الحمقى هذه اللي راها كل يوم يخرجوا علينا بخرجات، يحسبونا رانا قاطع نتاع اغنام ولا قاطع نتاع بقر. يا الشعب ثاني سقموا رواحكم وتلايموا على كلمه واحده، والله نروحوا نتنفاو وقعوا نخلوا لهم البلاد. لا اله الا محمد رسول الله، اهبلنا والله رايحين نهبلوا. جايين نزيدوا من زدتوا تهضرونا على احترام ماكرو، احترام تبون لي ماكرو. ارواح تشوف، ارواح تندب. بارطاجيو خاوتي ولايموا رواحكم على كلمة.